في إطار الجولة التي تقوده إلى القارة الأمريكية، حل البابا فرانسيس الاثنين في مدينة هولوجين، إحدى نقاط انطلاق المسيحية في كوبا ومسقط رأس الأخوين كاسترو، وذلك عشية توجهه إلى الولايات المتحدة. المدينة الواقعة في جنوب شرق الجزيرة تشتهر بصليبها الذي يبلغ علوه 5 أمتار وأقيم على سفح تلة في العام 1790. جولة بابا الفاتيكان تدعم بشكل مباشر عملية انفتاح كوبا على العالم وإعادة بعث العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن. ومن المنتظر أن يقيم الرئيس الروحي الأعلى للكنيسة الكاثوليكية الصلاة في المكان الرمزي المعروف باسم تلة الصليب مع مباركة رابع مدن البلاد التي لم يزورها أي حبر أعظم من قبل. القداس سيقام في الهواء الطلق في ساحة الثورة كاليستو غارسيا، حيث من المتوقع حضور بأو 50,000 شخص. البابا فرانسيس كان قد التقى الرئيس السابق لكوبا الأحد في لقاء دام 20 دقيقة. جولة البابا ستستمر بعد ظهر الثلاثاء، حيث سيتوجه إلى مدينة سانتياغو شرق البلاد قبل مغادرته الجزيرة الشيوعية باتجاه واشنطن.